السلام عليكم. دي الشوكة بتتباع عاملة زي القطيب، بتتعمل على الحيطة. يعني احنا دلوقتي على الحيطة وبيتفرش عليها القماش، ماشي. والشوكة دي بتتباع. مكان الشوكة دي ما بيتباعش غير في العتبة بس، عند الناس اللي هما بيصلحوا المقصات في الرويعي، عند بتوع بياعين المكن بيبيعوا الشوكة دي، وبتركب كده زي ما احنا عاملينها. وبيحنا والقضيب ده بيتعمل عند الحداد ده. احنا كده بنفرش عليه القماش لما بيكون عندنا قماش جملة وكمية كبيرة، زي ما انتوا شايفين كده. القماش مفروض من اول فوق لحد تحت. طبعا انا راسم عليه 2 خمار، لو انتوا شايفين دلوقتي خمار اتجاه والتاني مرسوم عكسه. وده برضه المحل بتاعي لا يمكن يقدر اقدر افرش فيه اي نوع من انواع الخمار بالحجم بتاعه، فبستغل الحتة دي كده فوق في الصندارة. احنا كده في الصندارة، خلي بالكم الدكان المحل بتاعي كله تحت، ماشي. فبستغل الشوكة دي وافرش عليها زي ما انتوا شايفين. دي حاجه اسمها الشوكه، اسال الله العظيم رب العرش العظيم انها تفيدكم. ديت للاماكن الضيقه اللي عايز يفرش قماش على الحيطه. ودي طريقه فرش القماش. طبعا القماش بيتفرش كده، هو بيتفك كده اهو كده، ويرجع يتفرش تاني زي ما انا بعمل كده اهو على الحيطه. التوب بالظبط بيتفرش، ثواني مش عارف امسك بيدي الاتنين بس ايه، وافرش. اسال الله العظيم انه يفيدكم. يعني السلام عليكم.